بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة الثالثة من سلسلة المعجم الوجيز لبرنامج التورنت اللذيذ. كنا وقفنا عند الحلقة الثانية، وأنا مقسمه على كذا حلقة بسبب إن أنا بسجل ببرنامج اسمه مش عارف حاجة ساوند، مش عارف فيديو ايه، اوماتيك. المهم يعني ان هو مش لاقي له كراك، فانا شغال بترايل يعني، عشان كده الووتر مارك طالع قدامكم. وقفنا في اخر جزء عند ان انا بقى ببتدي ان انا شغال بداونلود من الموقع، تمام؟ فزي مثلا انا قلت اخترت انا ليه اخترت الراجل ده، هو مستر ستيفي ده، عشان هو راجل كويس وبيتابع في الكومنتات. فزي مثلا انا اخترت التورنت اللي قدام حضراتكم ده، ولقيت ان الصمز اب بتاعته عددها كويس، والصمز داون بتاعته عددها مش كبير، فبالتالي التورنت كويس. جميل جميل. عندك هنا ادد اون التاريخ، وبعد كده العنوان والنجمة ونقط. النقط دي اللي هي السمعة بتاعت الشخص اللي رافع الملف اللي انت بتنزله. يعني انت اغلب الناس المحترمين، يعني مثلا هتلاقي اكونت سكاي درو حاجة و30 الف، هنا مستر سيف درجة كويس الريبيتيشن بتاعته 15 الف وشوية. هو الرقم ما هو الا مؤشر عن سمعة الراجل اللي بينزل. يعني انت ما تروحش مثلا تقول لي انا هنزل مش عارف رباك، مش اصل الموقع هنا برضو مفتوح، ممكن اي حد يعني، انا ممكن اعمل تورنت وارفعه، فانت ما تعرفش، انت ممكن يكون التورنت ده حاجة مضروبة، واحد عايز مثلا في المشاكل دي بتيجي منين. انت ممكن تشتري سيرفر وبتاخد فلوس على اللي انت بتنزله، فانت ممكن ترفع اي هبل والناس تنزله، انت بتاخد عليه فلوس، هما المهم ان هو يكون نزل وخلاص. فممكن الناس ترفع حاجات بايظة، الناس اللي بتتدرب على قفاها في الحاجات ملف قد كده، وبعدين في الاخر تلاقيه يقول لك ايه عايز باسورد. الكلام ده ما بيحصلش في التورنت يعني، بس بقول لك تخلي بالك. فتخلي بالك من الريبوتيشن بتاعت الشخص اللي انت بتنزل منه. مستر ستيفي ده لذيذ ليه؟ واغلب اللعب يعني اغلب اللي هيتفرجوا على الفيديو بيبقوا عايزين ينزلوا اللعب، واغلب اللعب بينزلها مستر ستيفي. ميزته ان هو راجل بيتابع في الكومنتات، الكومنتات اللي جنبيه كلمة ابلودر دي بتاعت الشخص اللي رافع الملف. هنا بيقول لك ايه، ان هو اغلب اللعب بيحط الصور بتاعت السيت بوكس اللي رافع منه وبيوريك السرعات. فانا فتحت اللينك دوت، طلع لك ايه، طلع لك حاجة عاملة كده، عنده سيرفر 1 فوق مش باين في الفيديو، سيرفر 2 اهو قدامكم، ان هو عمل ابلودد ل 153 جيجا، بس ده في الاول طبعا. هو دلوقتي وصل ل 3 تيرا وحاجات كده يعني، الراجل ربنا يبارك له. عنده سيت بوكس بيرفع فيه، الابلودنج سبيد بتاعته 94 ميجا. 94 ميجا السرعات دي، ده مش برود باند كونكشن عادي، مش شخص زينا، ده سيد، ده سيرفر بيعمل سيد، دي حاجه مخصصه لان هي بيرفع وبيداونلود وبيابلود بس، مش شخص زينا بيفتح النت وبيلعب في اللي هي في السيرفرات دي. يعني انت فاش تقولي طب ما انا اشتري سيرفر واخش بيع النت، لا، ده داونلود وابلود بس. فهو عنده بيعمل ابلود ان هو بالسيرفر الاولاني ب 94 ميجا والسيرفر الثاني ب 101 ميجا. عشان كده بقول لك لو لقيت حاجه فيها مستر ستيفي اختاره، لان هتلاقي السرعه كويسه. تمام، enough of this point. هننتقل على النقطه الثانيه اللي هي بتاعت ايه، ان انت دخلت زي مثلا على تورنت غريب، فبتخش بقى تبص بقى بتقرا الكومنتات. يعني انت الكلام ده مش هياخد منك 5 دقايق، انك تقلب كده في الكومنتات هتلاقي مثلا واحد بيقول لك will it work on 4 جيجا رام. هتلاقي مستر ستيف الابلود ردد عليه وعامل له بولد ان دي ما بتشتغلش على 6 رام بس. فمعنى كده لو انت 4 جيجا رام ما تشغلش بالك وتنزلها، بس لو انت كملت قرايه تحت هتلاقي مثلا واحد بيقول له can we play online، هيقول لك will at aerial games it been working to play but not like normal، مش عارف اونلي فيا لان واي يو نو مش عارف ايه، وهماشي مش عارف مين ترى هماشي ده برنامج بيربط الاجهزه ببعض. يعني ما تشغلوش بالكم، يعني الناس الادفانس ده هم اللي هيفهموا الكلام ده. فهتنزل تحت، كنا بنتكلم على النقطه بتاعت ال 6 جيجا رام،
هتنزل هتلاقي واحد هنا بقى ايه بقى، واحد بيقول لك دونت ويست يور تايم اون ذيس جيم ده داونلود باتل فيلد فور انستيد واي بيتر جيم. ده هنا واحد بيعبر عن رايه هنا انيموس، يعني ده شخص مش عامل اكونت على الايه على الـ على السايت، وبيبقى اغلب اللي مش عاملين اكونت بيبقوا بوابين. واكبر مثال على ذلك الشخص ده اللي كاتب هذا فيروس فاك، يعني هي لو هذا فيروس هيبقى معقوله كده يعني بقى كل الناس دي ضربت على قفاها بفيروس؟ لا، انت اكيد واحد من ال70 واحد حمار اللي ايه اللي مش شغال عندهم اللعبه، ده شخص حمار. هتيجي بقى واحد تاني هنا بيقول لك ايه، بيقول لك دون داونلود انتل يو هاف 6 جيجا رام. ليه؟ عشان اللعبه مش هتشتغل وهتديك فاتال ايرور دونت ويست يور ايه يور بان. يعني لو انت ما كانش عندك 6 جيجا رام هيطلع لك ايرور لما تفتح اللعبه جيت فاتال ايرور. عشان كده لما اي حد بيقول لي انا طلعت لي لعبه اقول له ايه الايرور اللي طلع لك، اقراه لي تعرف ايه الايرور اللي بيطلع لك، تقراه وتدور عليه في جوجل. فهنا واحد بيقول له لا ده في حاجه اسمها رام فيكس جوجل ذا سولوشن. يعني ايه جوجل ذا سولوشن؟ يعني اكتب المشكله انا عندي، اكتبها له كده كانك واحده بلوند غبيه مش فاهم حاجه، اقول له انا نزلت لعبه كذا وعملت كذا وطلع لي ايرور كذا، المهم عندي ايرور كذا، اكتبها له كده بالتفصيل الممل وهو حي ايه حي. وتبص بقى في النتائج اللي بتطلع. هنا الراجل ده قال له في رام فيكس للعبه دي، يعني في ناس صيع عملوا حركه في كول اوف ديوتي جوست عشان تشتغل على الحاجات اللي الرامات بتاعتها 4 جيجا بس. وعلى حد علم يعني معلوماتي ان الشركه بتاعت كول اوف ديوتي نزلت ابديت تاني مساحته 400 ميجا تقريبا رسمي، يعني بتاع اللعب الفيكس اللي نازل اللي بيخليه يشغل 4 جيجا اللي هو يقصده هنا اهو، اللي هو الفيكس اللي شويه عيال حبوه عيال صيع كده نزلوه، بس جامد يعني هيخليها لو انت عندك 4 جيجا رام اللعبه هتشتغل عندك كويس. هي ما تستاهلش اصلا 6 جيجا رام، اللعبه امكانياتها مبالغ فيها وحجمها مبالغ فيه اصلا، وده مأخذ يعني على اللعبه دي خاصه يعني. طيب انا هنا ايه قلنا بالنسبه للكلام. طب افرض مثلا ده لو انت حاجه جديده وانا بريكومند، يعني لو انت تعرف حد ليه عنده اكاونت على مواقع برايفت خد منه ونزل منها. انا بنزل من موقع اسمه تورنت توداي قدام حضراتكم اهو، موقع زي الفل. طبعا انتوا عندكم ابلودد وداونلود وانا شغال زي الفل، بعمل سيد، السيد مش حرام عادي، لو في ابلود عايزين ابلود اعمل ابلود 263 جيجا كلهم يعني، بس حركه كده بتتعمل في موقع وريشيو ماستر وريشيو فيك وحاجات كده يعني، بس انت مالكمش دعوه بالكلام ده، الكلام ده الناس بتاع الموقع البرايفت المضطرين هم يرفعوا، انتوا مش مضطرين فما تشغلوش بالكم. ده مثال للعبه جديده. فانا مثلا عايز داونلود لعبه قديمه، فسي مثلا عايز انزل فيفا 2007، كتبت فيفا 2007 في السيرش وطلعت لي نتائج بالمنظر ده كده. فمثلا ملف زي ده فيفا 2007 الكاتيجوري بتاعته جيمز فيريفايد الحمد لله، السايز بتاعه 2.79، انا عندي خلفيه ان فيفا مساحتها كده فده يعتبر كويس، مساحته فايل واحد بس فده غالبا هيبقى ملف واحد ايزو، السيدر 199 الليتشر 13 فده بالنسبه لي الريش وعندي جميله جدا، 199 قصاد 13 نسبة كويسة جدا، هاجي فاتح ده كده اهو تمام، هبص في المين هلاقي فعلا ملف ايزو، هخش في الكومنت هلاقي واحد بيقول لك جريت وفي سبعة، يعني في ناس كتير دخلوا داسوا على الزائد فاللعبة اشتغلت، المفروض اللعبة اشتغلت عندهم يعني فده الزائد. هتبص على السامز اب والسامز داون 119 قصاد 9، النسب كلها بتقول ان اللعبه كويس. وبعدين هتبص بقى في الكومنتات هتلاقي ورك جريت، ورك 100% مش عارف ايه، ومش عارف سانك بلودر سانك سيدر، يعني السرعه كويسه المؤشرات كويسه، فبالتالي اوكي انا هجو هيد وهنزل اللعبه دي. فهجرب معاكم هنعمل داونلود للتورنت ده تمام. المفروض ان هتطلع الرساله قدامكم زي ما انتم شايفين كده، هو دوس سيف تمام. الملف التورنت ده بينزل بالداونلودر بتاع الويندوز اللي هو بتاع الفايرفوكس تمام. انا ما اعرفش التورنت اتفتح بس ماشي خليه دلوقتي. انا قلت ايه، انا قلت استنى هو اتحط هنا اتحط لا ما اتحطش. طيب المهم انت هتخش هتروح هتشوف المكان اللي اتعمل فيه داونلود فين، غالبا بيبقى في ماي دوكيمنت فولدر اسمه داونلودز،
هتعمل ايه؟ دبل كليك. سيادة is already on the list. already on the list. انا منزل فيفا 2007 دي قبل كده. فين فين يا عم؟ مفيش فيفا 2007 هنا. يس فين؟ مفيش. بس انا لازم تبقى دايس في التورنت هنا اهو. جميل. الملف اهو قدام حضراتكم بيداونلود اهو، شايفين بسرعة 85. انا هعمل بوز دلوقتي، ده مش عايز فيفا 2007 يعني. فانا حافه هي اوصلكم نقطه كنا قلنا في الجزء الاول خالص لو انتم فاكرين، شرحنا القايمه دي وقلنا البوز والستوب. ايه البوز والستوب؟ هنا انا هنا عملت بوز، تمام، البيرز اختفوا. لو انا عملت ستارت هيبقى على طول مباشره هتلاقي السرعه زادت، بتزيد بسرعه زي ما انتم شايفين اهو. ليه؟ لان انا الكونكشن ما بيني وما بين الناس دول اللي اسمهم البيرز ما اتقطعتش، يبقى خلوه على طول. اول ما انا عملت ستارت ابتدى على طول. طب لو انا عملت ستوب هو بيقطع الصلة تماما بالناس دي. لو انتوا بتتفرجوا عليها شوفوها في الجزء الاول عشان تفهموها بكل بسيطة. لو انت مثلا رايح تجيب حاجة او مش عارف، هتوقف عشان خاطر تشغل فيديو على اليوتيوب وبعد كده هتقفل اليوتيوب وترجع تكمل تاني، اعمل بوز، ده مؤقت. انما لو انت هتقفل وتطفي اعمل ستوب. التورنت ليست واقف ايه؟ نسيت اقول لكم انا في الجزء الاول ان مميزاته ان حتى لو انت ان انت لو مثلا حصلت مصيبة وانت نزلت ملف، نزلت بس مثلا ملف 10 جيجا، نزلت منه 5 جيجا والويندوز وقع، هتقوم انت بكل بساطة منزل نفس ملف التورنت. الملف التورنت اللي هو ده اللي انت لما تدوس داونلود تورنت هنا اهو، هتنزله تاني وهتيجي حاطه في برنامج التورنت، بس هتحطه في نفس المكان اللي بقت موجود. هتختار نفس المكان، هتيجي دايس كليك اليمين، لما تحطه هتلاقيه صفر، تمام. ده لو انت عايز تنقل التورنت من جهاز لجهاز، او او حصلت مشكله بالويندوز وانت عايز تكمل التورنت، المشاكل دي كلها التورنت بيحلها لك. يعني انت هتدوس كليك هتلاقيه صفر، هتدوس كليك يمين وبعدين هتختار في الادفانسد سيت داونلود لوكيشن، هتختار نفس الفولدر اللي موجود فيه الاجزاء الاولانيه وتقول له سيلكت فولدر، وبعد كده هتدوس على كليك يمين هتلاقي في حاجه اسمها فورس ريشيك. فورس ريشيك دي هتلاقي البرنامج يعمل تشيك، هيشوف هو منزل لحد فين، هتلاقيه وابتدى يكمل عليها عادي. في حاجه تانية برضو نسينا نقولها في الجزء الاول، في حاجه اسمها فايلز. لو انت مثلا بتنزل فيلم هتلاقي اغلب الافلام فيها سامبلز. لو انت عايز تشوف السامبل، السامبل ده بيبقى حجمه مثلا 60 ميجا ولا حاجه، انت مش عارف تنزله، هتيجي ديس كليك يمين وتقول له دونت داونلود، ما تنزلش السامبل ده اصلا، مش عايزه. جميل. او لو انت مثلا ملف تاني عايز تدي له اهميه تانية برضو، في ايه البريوريتي، تختار هاي نورمال لو، دي حاجه ترجع. في حاجه اسمها الانفو. الانفو دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها الداونلودد والافيلابيلتي، الموجود من التورنت ايه، حكم بالتورنت كله طبعا موجود، الداونلودد اللي انا نزلته منه، التايم اليبسد. التايم اليبسد هنا اهو، انا حاطط التورنت في البرنامج من دقيقه، الداونلودد اللي نزل داونلود سبيد بيبقى الافريج، الابلودد زيرو، والستيتس حاليا ان انا موقفه، والمكان اللي موجود فيه، والتواريخ وشويه حاجات، والبيرز اللي احنا قلنا عليهم والناس اللي انت بتنزل منهم. الريتنج ده كلام فارغ، والتراكر ده برده ما تشغلش بالك بيه، والسبيد ده زي جراف كده اهو للايه، للسرعه. احنا كده قلنا ايه هو التورنت، قلنا ايه البرنامج اللي ننزل بيه، شرحنا فيه شويه حاجات، قلنا ايه الموقع اللي نازل منه، واديتكم مثال اهو، قلت لكم تعملوا بقى حوار الابلود دوت، قللوه قدر الامكان. وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا اي حاجه، واللي عايز يسال في حاجه يقولها في الكومنتات وانا هبقى ارد عليه ان شاء الله يعني. وانجوي وهاف فن، واعملوا اكونت على موقع كيكاس هينفعكم عشان تبقوا متابعين كل حاجه يعني. في كام بانل تانية تطلع لكم كده في الاكونتات، ويبقى ليكم ريبوتيشن والجو اللذيذ ده، موضوع هيعجبكم يعني. تورنت اللي بيجربه وما بيبطلش يعني، بيستخدمه على طول يعني. انا بقى لي سنتين شغال بالتورنت، ما فتحتش ماي ايجي من ساعتها. والى اللقاء، وارقاكم في برامج اخرى تعليميه، مش هعمل فيديوهات تانية يعني، بس قشطه يعني.
باي. باي.